مباراه بيراميدز يوم الاحد، مفيش اجازات ولا بكره في تمرين على طول ولا عندي اجازه يوم؟ عندنا اجازه الجمعه، هنتمرن بكره طبعا. جالنا يعني مش جواب، جالنا عده نقاط وبنود لازم نلتزم بها من الاتحاد الافريقي، لازم ملف كامل لكل لعيب يعني مسافر المغرب، ملف كامل مش خاص بس بالبي سي ار اللي هيعملها او التحليل اللي هيعملها، لا كمان فيها رسم قلب وحاجات خاصه بالتحاليل الطبيه يعني درسناها امبارح انا ودكتور خالد محمود، وبكره ان شاء الرحمن هيبقى عندنا تمرينه صغيره واستشفاء بالتاكيد، وبعدين عندنا مسحه هتبقى خاصه وخاصه كمان بالسفر طبعا، يعني لازم تعمل مسحتين قبل السفر في خلال العشر ايام دول، مسحه دلوقتي في خلال العشر قبل المباراه ب 10 ايام او حوالين ال 10 ايام، ومسحه ثانيه قبل السفر ب 48 ساعه، وهناك كمان هتعمل مسحتين، مسحه طبعا مسحه خاصه بوزاره الصحه المغربيه ومسحه خاصه بالاتحاد الافريقي. هي يعني طبعا اجراءات ممكن تكون مكثفه شويه لكن بتهدف للسلامه يعني، فعايزين بكره ان شاء الرحمن نعمل ده ونعمل الحاجات الخاصه بالملف الطبي، وكل واحد هيبقى له الملف الطبي اللي هيسافر بيه واللي هيبقى ممضي ومختوم ويتم ارساله كمان في مده محدده قبل ما نسافر كمان. طبعا سافروا الاثنين بالليل ولا 3 الصبح؟ لا نسافر الثلاث ان شاء الرحمن الساعه 3 الظهر باذن الله. قبل يوم يا كابتن ولا احنا يعني بنامل ان احنا يبقى في المجال الجوي في المغرب لسه برضه، انت لسه لحد دلوقتي ما تعرفش مش مفتوح يعني طبعا، فبندور على حاجه بيقولوا هيحددوها بعد يوم 10 يعني، لو اتفتح ان شاء الله الرحمن يبقى هسافر انا وكابتن سمير قبل الباس باذن الله. عرفت المسافرين حد للتعقيم للاجراءات الاحترازيه والتطهير، الكلام ده مظبوط؟ مسافرين طبعا، يعني هي تفاصيل صغيره بالتاكيد لكن مهمه جدا، لا مهمه جدا جدا في ظل اللي انت بتشوفه دلوقتي او اللي انت بتسمعه هناك، كمان الاعداد اكتر من هنا بكتير، الحمد لله طبعا هنا الاعداد محصوره وكويسه الحمد لله رب العالمين، طبعا واخدين الشيف بتاعنا واخدين يعني كل حاجه بالنسبه لنا حتى لو تفصيله صغيره، يعني حجزنا الاوتيل بتاعنا وبنفاضل دلوقتي ما بين عده ملاعب على تواصل مع سياده السفير اشرف ابراهيم وعلى طول بنتكلم يعني، وان شاء الله الرحمن نكون على باذن الله موعد الوصول للنهائي ان شاء الله الرحمن من خلال الوداد باذن الله. النهارده ومع موسيماني الاهلي شكل تاني. الحمد لله رب العالمين، الراجل الحقيقه من اول يوم جه عدد شغله اجتماعات كتير وبعدين بيلعب كوره كمان يعني وامبارح في التمرين شايف عايز اقوله يعني لا التفاصيل الصغيره والاجتماعات وتحضيرات والجلسات حتى اللي ما بين الثنائيات سواء كان في للعيبه او للاجهزه، كل واحد له الدور بتاعه وكل واحد له الحته بتاعته، ان شاء الله نكون موفقين باذن الله. هو الراجل من قبل ما يجي يعني تاريخه بيتكلم عن نفسه واداؤه بيتكلم بالنيابه عنه، يعني انا دايما اقول كده يعني ارقامك نتائجك يعني مش شرط تقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، الناس شايفه ما فيش حد يعني ما بيعرفش يقيم دلوقتي او يحدد او يدي درجاته للانسان، يعني كل واحد من خلال ادائه ونتائجه وارقامه طبعا بيتحط له تصنيفه يعني. شكرا يا فندم. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع مدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكد على نقاط مهمه وهي سفر فرد من النادي الاهلي للاجراءات الاحترازيه في المغرب، باذن الله رب تكون سفرت خير للنادي الاهلي ويفوز على الوداد باذن الله وهتاهل باذن طبعا في مجموع المباراتين باذن الله الى نهائي افريقيا. ده كان لقاءنا طبعا مع مدير الكره بعد فوز الاهلي النهارده على فريق انبي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وزي ما الجماهير او بعض يعني اللي كان حاضر النهارده لك مع موسيماني الاهلي شكل تاني، مليون مبروك لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي النادي الاهلي. عودة لك من جديد، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل